شهدت القرية الرياضية في أندونيسيا مراسم رفع العلم القطري استعدادا لانطلاقة دورة الألعاب الآسيوية 18 التي ستنطلق في 18 من هذا الشهر. وكان في مقدمة الحضور سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وسعادة الدكتور ثاني الكواري النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية. كما شهد مراسم رفع العلم سعادة جاسم البوعينين الأمين العام في اللجنة الأولمبية القطرية وعدد من المسؤولين الرياضيين القطريين. ومن جانب آخر عبر سعادة الشيخ سعود بن علي عن اعتزازه بالتواجد القطري وتفاؤله بقدرة الرياضيين القطريين على تقديم مستويات مشرفة والظهور بالمستوى اللائق في هذا المحفل الآسيوي الكبير. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، ونتمنى أن العالم دائما يتم خفاق، ودائما مثل ما احنا وعدنا دائما وقسمنا أن العالم يبقى عاليا يعني، وإن شاء الله إن شاء الله الإخوان الرياضيين إن شاء الله يبيضون الوجه إن شاء الله. للأمانة لله الحمد نمتلك رياضيين عالميين كبار، وكذلك هناك مشاركات من رياضيين شابين واعدين، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في هذا المحفل الآسيوي الكبير. وعلى هامش مراسم رفع العلم القطري تم تبادل الدروع بين يوني كاريتيكا مديرة القرية الرياضية وممثلة اللجنة المنظمة، وسيد إسحاق الهاشمي مدير الوفد الإداري القطري، إذانا رسميا للمشاركة القطرية في دورة الألعاب الآسيوية 18. أمل كبيرة تعقد على المشاركة القطرية في أسياد أندونيسيا، وكل الاتحادات ستعمل جاهدة من أجل حصد أكبر قدر ممكن من الميداليات الملونة في هذا العرس الكبير. مشعل الشمري لقنوات الكأس من القرية الرياضية في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.